قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها حتى كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم. هل هذا حديث؟ بهذا اللفظ لا أعرفه، ولكن معناه صحيح، وردت به أحاديث. فلا شك أن ملازمة جماعة المسلمين وطاعة ولي الأمر في غير معصية الله أن هذه أمور واجبة، ومعصية ولي الأمر فيها نهي من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة في غير معصية الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم عبد. قال صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وذلك في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما ذكر في بقية السؤال من الأمور المشروعة كلها وردت فيها أدلة وأحاديث، وهي من الطاعات التي يثاب عليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.